الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا نصي الثاني. حلقه اليوم غريبه عجيبه. انمار قعد محلي وصار يتصور بغيابي، نفسه يصير مذيع. دينا اصلا مذيعه، كيف بتجيبوا لي مذيعه وانا مذيعه؟ جايين نفس بعض، جايين نفس بعض. هون عنا يزن له ساعة المايك بخشخش ومش ظابط، ظبطناه، حكى لي قصة حياته والسياحة بالأردن وتنشيطها ورمامين، وصلنا على العقبة. وهون الحلوة البونبونة كانت رجلها مكسورة يا حبيبة قلبي، فكوا الجبصين عشان يطلعوا على البرنامج. بالهزفة سقفوا له. أهلا وسهلا فيكم يا حلوين. أهلا فيك. قصص حب أنتوا لا تقليدي. ما تقولوا لحدا. وانتو شو؟ احنا قصة حب. حب غرام وانتقام ونظرات متبادلة. من الجامعة كنتوا قاعدين. ولا الأردنية. طب انت كيف قنصتها بالجامعة؟ كيف لقطتها؟ هلا هي بيني وبينك قمر. هو عشان هيك. عرفتي؟ يعني في شيء لفتني هيك شمال اخذني شوي. رحت حكيت معاها بجرأة؟ مش من اولها ما هي لا. كمان ما هي طقعت. صدعت لك اولها. انا بحب الاعتراف فضيله. اولها ما اعطتك عين، حبينا شوي. ايوه برافو. شايفين الستات اللي عم بيشوفونا التقل صنعه. بعدين على فكره التقل عند بعض الستات بخلص بعد الجيزه. مين قال لك اول ما جوزك يبعث لك اشتقت لك لازم تقولي له انا كمان؟ اذا بعد طبعا في كل سنه ضوئيه. اذا بعد اذا بعد انتوا ليش بتضحكوا ابو التقليدي؟ التقليدي ما دخل قهوه وشاي وهيك. يما مقواكي يما مقواكي. طيب على كل حال خلص صرتكم كبير ما إله قرار. لا مبدأ المسابقة سهل جدا، بدنا نسأل أسئلة. أول شيء بدهم يطلعوا مين، الشباب ولا الصبايا؟ الشباب بدكم تطلعوا من الاستوديو نسأل الصبايا أسئلة عنكم، قديش أنتم بتعرفوا بعض، حلو؟ نرجع ندخلهم. يلا يلا بدنا نبلش مع الست دينا. السؤال الأول بيقول إمتى آخر مرة أنمار اعترف بغلطه وقال لك سوري آسف حبيبتي الوقت فات؟ إمتى؟ لا بصراحة هو دائما بيعترف بغلطه عشان أحكي لي إلي واللي علي. حلو. يعني بس دائما بغلط. دائما بغلط ودائما بيقول سوري. صح. إمتى آخر مرة حسب ذاكرتك؟ يعني يمكن مبارح، لأنه كل يوم بغلط. شو عمل فيك مبارح؟ أدري أتذكر، بس يعني نسوانجي هو شوي ولا يعني شوي من يعني دخلت شوي. مرح ست حلوة على مكان وأنتوا قاعدين ممكن يتبصبص. مش ممكن أكيد. أحلم فيه. وأنت بتزعلي؟ يعني كنت أزعل بعد صرت أنا أتبصبص معه. صرت عليك هو الحل إنك تتبصبص معه، لأن النسوانجي عمره ما بيبطل نسوانجي. لا هو ولا البخيل، بخيل عمره ما بطل بخيل. صح. السؤال الثاني، أكثر كلمة بستخدمها بالإنجليزي لما يجي بده يتفلسف هيك الرر. All right. لا بقله. إلك وقت مسموح تضلي فيه برا البيت؟ إلك كيرفيو يعني بقولك مثلا لازم على 9 تكوني موجودة على باب البيت وين ما أنت طالعة؟ لا لا بصراحة، خصوصا إذا عارف أنا وين ومرتاح للجو ومرتاح للوضع. لا ما عنده أي مشكلة. ما عنده أي مشكلة. No. يعني ماكسيمم إمتى بتدخلي على بيتك؟ هلا انا مش كتير بتاخر لاني بروح بنام بكير يعني عشان دوامي، بس اذا كان عندي طلعه لو متاخره لو 12 لو وحده اذا عارف انا مع مين ما في مشكله. والله يا انمار كول. مش وحده والله، ما انت قليل. ماشي كيفك انت يا حلوه؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ اخر مره يزن قال لك سوري؟ هو يعني بعصب بسرعه. هو كثير بعصب بسرعه. بتركه بس يروق لحاله، بيجي بحكي لي انا اسف. يوم وانا جيت من الاردنيه بلاها يما. اكثر كلمه بستخدمها بالانجليزي نو. تمنيت تكون يس. دائما في لازم يرفض. في رفض. ليه انت مسموح تضلي برا البيت يا حلوه؟ هلا انا يعني صار لي 5 شهور متجوزه فما بطلع كثير، ما بحب اطلع. بحب يعني بس اطلع مع صحباتي واصير انه يلا بدي اروح، يلا بدي اروح، بدي اروح، بدي اروح. مرات شو بتقعدوا بتعملوا بالبيت؟ تحضروا افلام؟ تعملوا بوب كورن؟ لا احنا دائما عند دار حماي بنضل. ولك في وحده هبله بتحب تروح عن بيت بنروح. لا مو كثير مناح. بنروح يعني على 11-12 بنقعد شوي بعدين خلص بننام. بتسلي عندهم؟ وهم بغدوكم طبعا. طبعا. هاي الجزئيه اللي هي مكيفه عليه. دخلوا لي هالزلام. رجعنا هلا مع الشباب، نبدا مع الاستاذ انمار. استاذ انمار، اخر مره اعترفت فيها بغلطك للست دينا امتى؟ قلت لها انا بعتذر، انا اسف، سوري ما كانش قصدي.
اي شهر احنا الاربعه؟ قال اي شهر على اساس انه هو ما بغلط. والله شلتك شهر برا. قالت لي كل يوم بغلط كل يوم. لا استني احكي اخر اعتذار اخر مره قلت سوري. شهر 12 احكي والله شو كنت عامل لك عمله سودا؟ مش قادر احكي. هو شكله باعت اشي على الواتس او على الفيس. واحد انستغرام خفيف مثلا. وانا كمان يا ابو محمد. عمره رن له ابو محمد واخر المكالمه قال له انا كمان؟ هاي صرنا فاهمينها. هاي صرنا فاهمينها. طب شو هلا؟ زيرو مش عارف. هي قالت امتى؟ امبارح. امبارح. امبارح حببت لك اشي. انا بعجبني الوجه البريء. ايوه صح صح. صح امبارح. صح امبارح. اتجوز وضلكم عن حب بي وكل يوم بغلط فيه. هي غلطه عن غلطه بتختلف بتفرق. اكثر كلمه بتستخدمها باللغه الانجليزيه؟ باي ذا واي. قال باي ذا واي. لا طبعا اول رايت. نسيت انك بتقول اول رايت. طيب اسمع افهم علي. لامتى مسموح المدام تضل برا البيت؟ مش بعد ال 12. لا حمش. طيب روح وصح مزبوط. هي قالت على 12 وحده ما قالت وحده حرام. قالت كيفكم؟ تمام. شو اخباركم؟ قال بتضل عند بيت حماها. يا زن علي لي صوتك اشوف. اخر مره قلت سوري يوم الجمعه. يوم الجمعه؟ خلي نايم قاعدين شو وراكم شيء؟ شو عملت يوم الجمعه؟ يعني هو ساعه عادي عايش مش متذكر. قول طبيخ تطبخش بالبيت الله يسلم. ما رجلها مكسوره اصلا. قاعده عند امك بتسولف. بس بتذكر ان انا حكيت اسف على شيء يوم الجمعه. هلا انت مش بس بتقول اسف، بتقولها بوعدك اخر مره. لا انه بوعدك اقسم آخر مرة. بالله حكتها مش قالت على التلفزيون كل الناس سامعه. مرات بتقول بوعدك اخر مره. بوعدك اخر مره. سامحيني اخر مره. سامحيني. تاخرت انت صاحبي بجوز. لا والله يعني شو هالذنب. انا قلت نابح له واحد. طيب ها. ايه صح خطا. هي زمان الجمعه ناسيه الجمعه. انت يوم جمعه. اكثر كلمه بستخدمها بالانجليزي شو؟ اكثر كلمه بتستخدمها بالانجليزي شو؟ اوكي. اوكي هي قالت نو. شوفوا قديش بيعرفوا بعض. تقليدي بقول لكم صالونات. لامتى مسموح تضل برا البيت؟ انا هي مش هي ولك هي. شو عمل بحالي؟ شو عمل بحالي؟ انت فاهم الحياه غلط على فكره. انت لازم تقول لها امتى شو اسمه. هو احنا في اتفاقيات. لا بالعكس انا بنبسط. انا عم بعمل جو بالبرنامج ولا انا بكيف على النوع من الزلام. انا بتعرف شو قالت جمله هلا رح تعيش عليها سنتين؟ قالت لي انا بس اطلع برا البيت بكون مشتاقه ارجع للبيت. وانا كمان نفسي. احكي والله. يعني انا اذا بفوت على البيت وما بلاقيها في البيت بحس البيت فاضي. طيب لاقوني بعد 3 سنين. اطلعوا برا يا الصبايا يلا. قال ما بقدر بشتاق لها. هلا وصلنا يا اصدقائي للبارت اللي انتم بكم تجاوبوا فيه. نبدا مع الاستاذ انمار. تفضلي يا انمار. قديش نمره رجلها؟ 36. نيالها. اهم ايش؟ اهم شيء لازم يكون على طاوله الاكل. والله الكابلز هذول فلفل حار. فلفل حار. هلا بدنا نعزك بفلفل حار من عندنا. بس شيء من اللي بيحبه قلبك. اغنيه زوجتك المفضله؟ يعني دينا بتحب سيف نبيل. عم بتحبه يا ما دايخ بيك احبك وهكذا. يا وجع راسي. هيك حلوه هاي. نمره رجلها 39. هاي الرجل المنطقيه بقول لك 36. اهم شيء لازم يكون على طاوله الاكل بالنسبه لنا الاثنين ولا بالنسبه لمين؟ يعني هلا كل واحد يا اخي انت كون شوي اناني مشان الله. انا بالنسبه لي انا ما بتهمني. انا بالنسبه لي بحب العصير. برمضان شو بتشربوا؟ قمر دين ولا عرق سوس؟ لا هذا اول رمضان لنا يعني مع بعض. صح لسه ما رمضانتوا. اول رمضان مع خطيبي. مع خطيبي جاب لي. خطيبي وداني. طب اسمع شو اغنيتها المفضله؟ هي بتحب اليسا. طب اعطيني هيك شيء رومانسي لاليسا نغني انا وياك يلا. اواخر الشتاء. دخلوا لي هي بتحب معي. الحزين يعني. بحب الحزين. انا زيها عيني عليك في الحزين يلا. هلا هاي 36. كيف 36؟ هاي مش 36. 6 احلفي والله 6. انت 39. شوفي هون نمرة رجلك 36. هاي 5 علامات. أهم إشي لازم يكون على طاولة الأكل بالنسبة لأنمار؟ سالدز يمكن. سالدز؟ هو خش علينا بالقرن الفلفل. صح صح صح. إنه على التلفزيون سالدز مزبوط.
على التلفزيون مازن. مزبوط صح. اي نو. لا لانه هو قال شيء ثاني. اغنيتها المفضله او اغنيتك المفضله شو؟ اغنيتي انا المفضله يعني جديد انا صايره اسمع عراقي صراحه. اعطيني برافو لهون صح. مين اكثر فنان عراقي؟ ها كثير بسمع عراقي يعني مش عارفه بالضبط اي اغنيه بس حاليا ان شاء الله اليوم نسيتها اسمه سيف نسيتها سيف سيف نبيل مزبوط. اي اكثر اغنيه اكثر اغنيه لإله الجديده الجديد مش اجدد وحده اللي قبليها لازم اتذكر شو اسمها يا ريتني ما سالت قال لك دايخ بيك احبك يا وجع ايوه الحمد لله خذي خمسه اختاري اعطيتك اياها اي شيء شفتي؟ اليوم الصبح كنت بسمعها بس بتسمعيها الصبح طيب وين على راديو روتانا اكيد طبعا كيف ولا كيف طبعاً. يا حلوه انت قلنا نمره رجلك 39 بعيد من هون اهم شيء لازم يكون على طاوله الاكل هاي خمس درجات لنمره الرجل اهم شيء على طاوله الاكل عصير بيبسي ايوه ايوه يا وديع برافو برافو ما طبختي شيء من اول ما تجوزتي لا عملت مقلوبه يا بيي محلاكي مقلوبه شو زهره زاكي طلعت والجاج كيف بتشاهي احلى والله لازم اخذتها عند دار حماي اخذتها عند دار حماي يا اخي هاي الست مش موجوده بالعالم قال اخذت مقلوبه عند دار حماها هاي ما صارت هاي ما صارت حكيت لهم ما تطبخوا عملت لكم مقلوبه وسلطه ولبن وبيبسي وكله دعيتهم انا البيبس اللي عملنا له دعايه 70 مره اساسا اساس مستنينا هلا شوفوا المبيعات هيك قولوا مشروب غازي ماشي. مشروب غازي طيب خلص انت ما طلبت منك استاذ ياسر اغنيتك المفضله لا انا بحب اسمع لإليسا حلو كثير اعطيني يعني كل اغانيها بس هلا جديد على اغنيه فاكر شو فاكر اي وحده فاكر يا حبيبي في يوم لا 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 ايوه ودموع عيني مش اخر الشتاء انت اسمع بسم بالله يا زلمه خير الله احنا بهيك بنكون وصلنا لنهايه هذه الفقره حلو تمام فاصل وبنرجع بعدين للفقره اللي بعديها يلا وصلنا هلا للفقره الثانيه من برنامجنا نص الثاني وعندنا هون هيك حابين نعزكم بشيء هيك خفيف لطيف يعني عمرك مثلا بحياتك يا دينا دقتي فاصوليا بيضه مع موز لا بصراحه عندك كل ما هو جديد لسانات لا هلا عمرها ما اكلت لسانات احلف عمرها اكلت لسانات لا بتحبهاش بتحب الفوارغ لها على الفوارغ اما السانات لا مش كثير هون في عندنا تونه واورنج جوس هون في عندنا شو سردين سردين وكفته بطحينيه اشي من الاخر وهون في عندنا اشي بحرق شوي لسعه وعندنا مية التونة زيت التونة شو رأيك؟ في واحدة فيكم حامل خبروني لا طيب عشان ما نعمل ريسك انتوا فاهمين دينا بسألكم سؤال كل واحدة إلها سؤالين ما بدك تجاوبي بتقدر تنقذي نفسك وتقولي لي بدي أكل وأنا على قلبي أحلى من العسل أوكي؟ أوكي ماشي؟ ماشي انتي دندونة ماكلة عدس انتي ماكلة عدس بتعرف العدس بيعمل بالقولون عمايل صح مظبوط انت ضحكتي لانك فاهمه علي بطنك قدامك الله يسلمك رحتي عند حماتك قالت لك شو يا اختي انا اخر من يعلم انك حامل لنفرض بتفسري لها انه القولون العصبي ضارب ولا بتقولي لها فال الله ولا فالك يا شيخه لا بفسر لها انه بكون افضل اني افسر طبعا لا والله يا عمتي القولون والله من النتائج الثانية منفوخة يا حبيبتي طيب بتفسرينها السؤال الثاني حماتك اجت تنام عندك وما عندك الا غرفة واحدة بالبيت جوزك قال لك رح انيم امي فيها وانت بتفرشي برا بتعصبي عليه ولا بتروحي بتنامي عند اهلك يعني بعصب علي بروح لعند اهلي التنتين لا لا بمزح بالعكس يا اهلا وسهلا فيها بس يعني شوف كيف جلسة بس يعني قالت لك انا وين يضيع مستقبلي لا حرام يا حنان حرام لانه حماتي منيحه يعني ما بدنا نظلمها كمان بس يعني ممكن اروح انام عند اهلي وخليهم ياخذوا راحتهم
طلعت من بيتك عشان حماتك بالبيت؟ لا 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 بس عشان يعني ما في محل. بس شوف مقوى عشان مذيعة يا أختي، مذيعة. تعالي بالله وقفي هون، اعملي اعملي سكرين تيست، احنا بدنا مذيعات لسه، في عندنا برنامج بدنا إله. وقفي هون أشوف. أيوة أعطينا مقدمة هيك، قولي مثلا رحبي بالناس على برنامج نص الثانية، واحكي المذيعة الحلوة نادية، كل ما تمدحيني أكثر كل ما واسطتي أنا، لأنه كلمتي مسموعة بالقناة. تفضلي يلا. فهمت عليك. يلا أعطوها. أيوة أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ببرنامجكم نص الثانية. اليوم البرنامج شوي مختلف، أكيد رح تكون معنا اليوم المذيعة المميزة والجميلة والرائعة واللي ما في أحلى منها، نادية الزابي. أنت بونبونة حياتي حبيبتي. خلصنا 20 أخذتي ستي، ها 20 نقطة، هي 10 وهي 10. أيوة إزيك حلوة، أنا لازم لما أسأل أروح هناك. ماشي ماشي. دخلتي على محل لقيتي الأستاذ يزن قايل لك أنا برمي مين، عندي جولة، لقيتيه قاعد مع وحدة وعلى برم وصهللة وقدامهم في كاسة مي، بتكبيها بوجهه ولا بوجهها؟ لا بوجهه هو، لأنه هو الغلطان، هي شو معرفها؟ بلكي عارفة إنه متجوز. لا بقسمها بالنص هون هون. هي المرأة الأردنية بقسمها بالنص. برافو عليكي. طيب سؤال ثاني، انت لك عن نم بتنمي؟ يعني 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 كثير يعني بتنمي اكثر على مين، على امه ولا على اخته؟ لا ما بحكي عليهم يعني، لانه هم ما بيعملوا عندهم متغدي، اكيد رح تقولي على بس ما بيعملوا يعني شيء مش منيح انه احكي انا عليهم انه شيء مش منيح. كثير منح معي، كثير منح معك، ما عمرهم غلطوا فيك. لا طيب اذا ما بدك تجاوبي يا ستي العزيزه، لا تعملي حالك تعطيني هاي السويت ايز واصير انا احزن اقول يا الله يا الله يكثر من امثالك. شوفي يا عمري، انتي مش إلك على الفوارق، السنات بتشبه الفوارق. لا ابدا. كيف ابدا؟ طب بلاش يا ستي روحي، اعطيني هون شويه فاصوليا مع موز. لا خلينا نروح هون على الحار، ممكن على الحار ممكن حتندم يا جميل. تعالي تعالي بدنا نقتلها اللي تحت المغرقه بس نصها. مقواكي بعد خدي فاصوليا. المار مش بتحب الحار، قصديتك بهدول. والله بتشرف بتشرف. فاصوليا وشو اسمه، انت لا تتدخل يا زلمه. بس نصها نصها الأواخر الشتاء بيقول لي شو نصها انت، شو البرنامج؟ تعالوا اقعدوا محلي، انا اليوم كله عينه على الكرسي اقسم بالله. يلا 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 يا حلوة عشان تكبر. طب بجاوب خلص. يعني بتنمي على أمه وأخته؟ استنوا هيو هينا هلأ فكري فيها، تخسري هذا الشاب إلك 5 أشهر مو حلوة يقولوا ليش انفصلوا. أنا بقول بالهنا والشفا. طب مس أنا عن جد ما بنم عليهم. طب هي والله ما بتنم. ما بترني على أمك بتقولي لها اليوم عمتي العقربة شو سوت فيه؟ لا حرام. لا 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 ألا أعوذ بالله. شرح تخيلي أنا على ماما أحكي لها زي هيك رح تسكر الخط بوجهي. مش أنت ممتازة وما بتنمي؟ تفضلي. حبيبة قلبي يلا هاي ضلت تاكليها. شكرا. جاوبة احنا بهيك يا حبيبة. تشرب مي انمار، خلينا لك بسكوتين. يلا اخذتي انت كمان 20. شو وضعك؟ اشربي مي. اداني بزمروا. اداني بزمروا. اشربي هذا هذا هذا. يلا فاصل ونرجع. هلأ للفقرة الأخيرة من برنامجنا نص الثاني. بهاي الفقرة أنمار مش سامع ولا إشي، حاطين له ميوزك عالية جدا. الست الحلوة دينا هلأ بدنا نعطيها 3 كلمات، معه 30 ثانية لكل كلمة، تحكي له إياها بهمس. أوكي أوكي تمام. المفروض أنه هو يقرأ الشفايف. يلا أول كلمة تفضلي. استشعار. لا علي له علي له شوي. استشعار. مودينا استشعار. استشعار. ايوه ولا ايوه قال ولا. اوكي اختلاط. اختلاط اختصاص. ترى يا دينا اختلاط. اختلاط. احتياج. احتياط. احتياط. سمعني انا اشمعنى دي اشمعنى دي. اختلاط. 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 ايوه يلا اوكي.
معروف. معروف. معروف أو مع قرميد. الحلو فيه نغاشته، أعطيها. يلا. إيم هات. هلأ أسئلة دينا. ركز. يلا. لا 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 علّي شوي. لا علّي شوي. أصيل. أصلي؟ أصيل. أصيل؟ أيوة. تخاطر. علّي شوي يا زلمة ما أقسى قلبي. تخاطر. تخاطر؟ تخاطر؟ يا مذيعة يا غشاشة. مذيعة. إيه وين راح الكلمة الثالثة؟ حغششين يا حنين. إجازات. 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 برافو. أنا شاكة والدنيا رمضان، رح أتركك لضميرك. لشو؟ لضميرك. خلينا نشوف الكابل التالي. يلا يزن صافن صفن ما إلها حل. شوفي 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 والله مؤدب يا الزون. ها الكلمة الأولى بتقول صحراء. 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 استشارة. كتير مركز كتير. عيد. احكي احكي. فهميني. فهميني. صحراء. 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 تتسحر. بسرعة مش ضايل وقت. يلا. صحراء. 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 مش ضابطة معه. صحراء. طيب. خلص راحت. خلص خلص اهدي. ثانية يا حبيبي. معلومات. معلومات. مهيوبة. معلومات. مقلوبة. ايوه. شو خش على البندي. معلومات. منسف. معلومات. محروم. ايوه محروم فعلا. انت محروم من هاي الفقره نهائي، ولا كلمه رح تطلع معك. اللي بعديها. معجم. معجم يا حبيبي. معجم. معجم. واتساب. انا بقول افحصوا الاذن الوسطى بعيدا عن البرنامج. خديه على عبد الهادي هيثم. اقسم بالله كملي. معجم. محترم. امح والله انك محترم. اقسم بالله انك محترم. ايوه خلص خلص. معجم. معجم. مع. 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 ولك مع. محمود. مين محمود؟ معجم. محكم. خلص خلص. انا انفر قلبي. انفر قلبي. هات اشوف. ها كلهم صح والله. كلهم ما شاء الله عليه. لا اعرف ولا واحده صح. لا موهوب. موهوب بالفطره. اعطيها اعطيها. وصلنا هلا لكلمات وعد. اول كلمه استهداف. ايش؟ استهداف. استهداف. ما هو لازم تحرك شفايفها. ما هي كانت تعمل. لا تتهاوى. شو لكم 15 اشهر لا تتهاوشوا. حضارة. حضارة. حمارة؟ لا خيارة. حضارة. حمارة؟ حضارة. حضارة؟ ايوه. يتشعب. يتشعب. ايش؟ يتشعب. يتشعب. بعدين ما بيحرك وين؟ انسحاب. يتشعب. انسحاب. يتشعب. يتصحب. يتشعب. ايش؟ ايش؟ ايش؟
يتسحب. يتسحب. أيوة يتسحب. يتسحب. يتشعب. يتشعب. يتأهب. يتأهب. خلصت الفقرة. لابقين لبعض سبحان الله. يتشعب. 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 هلا تشوفني. انهي لي هالفقرة أبوس إيديك. تفضلوا على محلاتكم. وصلنا هلا الى فقره النتيجه، بدنا نشوف مين فاز، انمار ودينا ولا يزن ووعد. انمار داوود ودينا هلس جابوا 65 نقطه. كيف؟ تمام، ممتاز، ممتاز، حلو. اما يزن ووعد فجابوا 50 نقطه. اوف اوف. مين ربح معنا؟ انمار ودينا. الف مبروك لكم. ثانك يو. بس يعني حقيقه من اجمل ما يكون الحلقه، خف الدم ونغاشه وحب ومحبه، الله يخليكم لبعض. شكرا. اكيد لان معك اكيد. الله يخليك، انا تشرفت فيكم جميعا. بهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا مشاهدينا الكرام، ان شاء الله غدا يتجدد اللقاء. مني انا ناديه الزعبي، كل الحب.